هذا دعاء خاص عن المرحوم علي فراج الأسد رحمه الله واسكنه من فسيح جناته. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم منزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كما يلقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم جازه بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا. اللهم من كان احسن فزكي احسناته من كان مسيئا فتجاوز به من عين ساعته. اللهم تقبل منه القليل وتجاوز عن التقصير. اللهم افتح ابواب السماء للروح. اللهم رحمتك وابواب جنتك اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل خبره روضه من رياض الجنه واجعل له حفره من حفر النار. اللهم رد له في قبره مد بصير. اللهم انزل على قبره الضياء والنور والفسحه والسرور. اللهم انقله من ضيق اللحود والقبور ومراته الدود الى جناتك جنات الخلود لشبر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهه كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه وفروش مرفوعه مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فحسن اولئك رفيقا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.